لمشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مهندسه مي عاطف عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واتكلمنا على دور مجلس اداره النادي الاهلي ان هم وفروا المناخ المناسب عشان النهارده يكون يوم استثنائي وموسم استثنائي. باشمهندسه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وقبل ما اتكلم على الموسم الاستثنائي والبطولات عايز ارجع بحضرتك لاول فتره بعد انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي واعلان النتيجه. حضرتك كنت موجوده في فرع الشيخ زايد وكان بيتم افتتاح بعض المشاريع الخاصه بمجلس اداره النادي الاهلي. قلت انا مش هسجل النهارده، مش هتكلم، لان النجاح ينسب للي كانوا موجودين في هذه المرحله. اعتقد النهارده يوم مهم جدا انك تكوني شهدتي موسم من اهم المواسم التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي. الحمد لله، اهلا بيك طبعا في الاول يا فاروق، ومتشكره طبعا على المقدمه اللي انت قلتها دي. وفعلا وقتها كنت حاسه انه الانجاز اللي حاصل اوكي، كنا ساعتها فعلا المجلس الجديد موجود، ولكن انا كنت بشوف ان الافورت اللي كان محطوط في الاول خالص هو ينسب اكتر للمجلس اللي كان قبلي، خاصه دي اول دوره ليا. بس دلوقتي يعني الحمد لله بعد ما قضيت تقريبا كده سنتين في المجلس، يعني اقدر اقول لك ان انا حاسه بالانجاز اللي احنا عملناه دلوقتي كمجلس اداره، وطبعا الاداره التنفيذيه واللعيبه، ويمكن الجمهور كمان بيبقى ليه طبعا دور كبير جدا. فالحمد لله يعني على اللي احنا وصلناه النهارده. اعتقد اشتغلتوا على ملفات كتير جدا، بنيه تحتيه، بطولات، البيت الاهلاوي في دفء، اعتقد مليء دايما بالانجازات، مليء بالبطولات، قدرتوا تعملوا معادله صعبه جدا. بص، هو طبعا يعني زي نقدر نقول عليها الفروع بتاعت كشغل يعني بتبقى طبعا كتيره جدا، من ناحيه رياضيه، من ناحيه انشائيه، بنية تحتية، دعم للعيبة، دعم لإدارة هندسية، إدارة تنفيذية. فطبعا كل ده لما بيشتغل بإيد واحدة بيؤدي للنجاح اللي احنا الحمد لله دلوقتي شايفينه، وبالذات ان احنا لسه شايفين طبعا افتتاح فرع التجمع في شهر 6 اللي فات. فده طبعا كان حاجة مشرفة جدا جدا، كنت فخورة بيها قوي بصراحة، وخاصة بما ان انا مهندسة معمارية فده كان مؤثر فيا، وكنت شايفاه بشكل اوضح يمكن حتى من الجمهور العادي. يعني عايز ارجع لفترة الانتخابات، لان الكابتن الخطيب هو بيقدم المهندسة مي عاطف قال احد اهم الكوادر، الامور تمت بدراسة معينة واخترنا مي عاطف تكون موجودة معانا في مجلس ادارة النادي الاهلي. اعتقد اختيار موفق جدا من الكابتن الخطيب، وشايلك مسؤولية كبيرة جدا يا باشمهندس. اتمنى طبعا ده يكون اختيار موفق، وان انا اكون قد المسؤوليه يعني. احنا بنجني النجاح. يا رب والله. لا يعني حتى على مدار الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني اعتقد الاختيار يمكن كان من وجهه نظر جزء رياضي وجزء تاني عملي، اللي هو الجزء الهندسي، خاصه النادي كان في الفتره دي ولسه ان شاء الله مستمر في الاعمال الانشائيه والهندسيه بشكل كبير. فيعني اتمنى يكون انا دوري يكون كويس في حاجه زي كده، يعني سواء المستوى الرياضي او الهندسي. معادله مهمه جدا، العضو بيتكلم معاه في الكوره، بيتكلم معاه في الانشاءات، بيتكلم بيقول انا في البيت الكبير، بيت النادي الاهلي. كابتن الخطيب قال عائله النادي الاهلي، النهارده بتكرموا اللعيبه وبنكرم اللعيبه ومعاهم اسرهم، رسائل كتير جدا النادي الاهلي بيوصلها، الاهلي عيله، الاهلي فعلا عيله كبيره جدا. ده حقيقي، احنا كلنا فعلا بنشتغل ايد واحدة، سواء الجزء التنفيذي او الاسرة او اللعيبة. يعني بتلاقي في الاخر هي المنظومة كلها متكاملة، لو اللاعب قصر هتلاقي جزء من النجاح وقع، لو احنا كمجلس ادارة او كادارة تنفيذية او كولي امر حتى، كل حد من دول ليه دور كبير جدا في ان احنا في الاخر نوصل للنجاح اللي احنا شايفينه دلوقتي النهاردة. اخيرا مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب قال ازاي نعزز موارد النادي الاهلي، وده كان من ضمن البنود الموجوده في البرنامج الانتخابي لمجلس اداره النادي الاهلي، ده اللي بنجني ثماره عقود رعايه. الكابتن الخطيب قال مش عقد رعايه، لا دول شركاء النجاح النهارده بنكرمهم وبنوصل رساله مهمه جدا، هو ده النادي الاهلي. ده حقيقي طبعا. حابه اشكر طبعا يعني انتهز الفرصه ديت واشكر كل الرعاه، لان برضو لولاهم احنا ما كناش هنوصل لحاجه زي كده النهارده، من الدعم المادي طبعا في المرتبه الاولى، والجمهور كمان، لان حتى كل حد من الرعاه دول اكيد زي ما هو في جمهور النادي الاهلي اكيد الرعاه دول طبعا ليهم جماهير، فكله بيدعم بعضه، فبنوصل الحمد لله اللي احنا فيه النهارده. يعني مهندس انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك، طولنا عليكي بس كان لقاء مهم جدا، وكان لازم يعني نوضح كتير من الامور. بطولات كتير جايه، مسؤوليه كبيره جدا النهارده الجميع بيشيلها، شايف التكريم اعتقد بيشيلنا مسؤوليه للقادم باذن الله.
طبعا اكيد، يعني انا حتى من خبرتي الرياضيه يعني اكيد 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 كل ما انت بتوصل لانجاز بيبقى صعب قوي ان انت تحافظ عليه، والاصعب ان انت تستمر وتكمل وتعلي عليه اكتر واكتر. فيا رب ان شاء الله نفضل ماشيين في نفس الخطى ونفضل في تقدم ان شاء الله، واللعيبه يعني يبذلوا مجهود اكتر من كده علشان يفضلوا محافظين على مكانه النادي الاهلي في اعلى حاجه ان شاء الله. باشمهندسه، وبالتوفيق دايما باذن الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع المهندسه مي عاطف عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كلمت كلام مهم جدا ووضحت نقاط مهمه جدا. دور شركاء النجاح والنادي الاهلي ورعاه النادي الاهلي في النهارده ان انت تقف على منصات التتويج ويتم تكريم كل افراد المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي. موسم انتهى، لكن القادم ان شاء الله بيشيلنا مسؤوليه للقادم باذن الله. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.